سنغافورة في هذه الأمسية. نعم وتمكن من تسجيل هدفين من أصل ثلاث أهداف لهدف فاز فيهم فريق هامبورغ. هجمة خطيرة، كرة تتخلص على طول اللعب، الجول، جول زيدان المصري، زيدان المصري اللاعب العربي. نعم هذا هو فرعون مصر هناك بالدوري الألماني، يسجل هدف ويفتتح التسجيل في أول خمس دقائق من زمن شوط المباراة الأول. إذا زيدان الذي تألق وتعلق مع المنتخب المصري هناك نعم في أنغولا وأحرز مع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا، الآن كذلك يتجلى ويتألق ويتعلق ويخطفها من المدافع ويشرب وترجع للكرة، وتحت إصرار التسجيل بل تحت إصرار القوة وتحت إصرار الفن وتحت رغبة كذلك أن يوجد فريقة هنا في البداية وضربة البداية والتسجيل. شوف شلون إذا فان بويتن نعم يكلها من خلال المصري الرائع والمميز، هذا هو زيدان الذي تألق وتعملق، الذي خدم درس والأروع للبلجيكي فان بويتن